قمنا بالاستثمار في انشاء بئرين ارتوازيين ارتوازيين 250 متر ذات عقم 250 متر. قمنا باجراءات لا رياليزاسيون تاعهم. المؤسسه التي كلفت بها بعد 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 العمليه عمليه لا بيدا بيندوفر جات المؤسسه واللي بور دي ريزون تكنيك على دو دو رونونسي او بروجي اي نو افون رفي ان اوتر فيدا بيل دوفر كنا كونتون ريديماري ان شاء الله الفرج ديماري رسما هذه ان شاء الله. وبهذه الحاله سوف نكون يعني نحقق اكتفاء ذاتي من نوع مياه ذات نوعيه جيده. رانا هنا في الموقع الذي سوف يتم فيه حفر بئرين ارتوازيين على عمق 255 الى 260 متر، وهذا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظه على وتيره الانتاج وتحسين نوعيه الحليب. في مخبر محل التحاليل الميكروبيولوجيه لملبنة الإيدوغ في اطار تحسين الخدمات على مستوى ملبنة الإيدوغ قامت إدارتنا باستحداث بئرين ارتوازيين على مستوى الملبنة، ومن خلالهما راح نكون يعني عندنا اكتفاء ذاتي وبالتالي تحسين نوعية المنتوج بما أن المياه تكون جيدة لأنها على عمق 250 متر، يعني نحن نتحصل بإذن الله على نوعية جيدة للمياه وبالتالي تكون منتجاتنا ذات نوعية جيدة.